بص بقى، الطبيخ شيء من الحاجات اللي انا احبها جدا. اصل خلي بالك، انا مش بس بحب اكل، انا احب اعمل اكل. والله احب اعمل اكل جدا. يعني انا ممكن مثلا اوصف نفسي ان انا احسن واحد يعمل كبده اسكندراني وسجق في التاريخ، في التاريخ، على مر التاريخ، من وقت اختراع السجق في العالم. عبد الله بينافسني في مساله طبخ السجق وعمايله بالمناسبه يعني. فلا، ده مش معناه انكم لازم تدوقه. زمايلي بيسالوني يعني فين مش لازم تدوقه يا اخي. لا تدوقه، يا سلام من عينينا. احنا بنقعد ناكل كده انا وعبد الله صديقي، بنقعد نقزقز كده من وقت للتاني في شويه حاجات. لكن لا حقيقي، من ساعه ما يعني الحضاره في روما اكتشفت لنا السجق ومحدش عمله زي ما اللي انا بعمله ده. على سبيل المثال للحصر، الدوش طبعا معروف الموضوع ده، بس انا بعمله بطريقه تانية مختلفه عن طريقه امي، ربنا يديها الصح. حقيقه انا بحب الطبيخ، وانا من الناس اللي بتشوف ان الطبيخ ده حاجه حلوه قوي. انت عارف، عامل زي السحر. عارف يعني ايه؟ انت بتقعد تحط حاجات فوق بعضها، كل حاجه لوحدها طعم، ولما تخلطها يطلع لك شيء جديد ولون، حتى اللون بتاع الشيء بيتغير، الطعم بيتغير، التكتشر او ملمسه نفسه بيتغير. حاجه عامله زي السحر. عارف واحنا صغيرين لما كنا نشوف مثلا افلام كرتون كده ويبقى فيها الساحره وهي جايبه القدره الكبيره وقاعده عماله تحط حاجات ويطلع مش عارف شويه دخان اخضر ودخان ازرق والخليط يبقى لونه مش عارف عامل ازاي. الطبيخ سحر. فلما يبقى في تطبيق لتعليم الطبيخ، ابلكيشن لتعليم الطبيخ، انا ببقى سعيد. التطبيق ده اسمه كده، جوه الحله. ده حقيقي، جوه الحله بيعلم الطبيخ لاهالينا اصحاب البصيره. ويفوز التطبيق ده في مسابقه وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. اهو جوه الحله، جيم واو الف وبعدين الحلة. خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور إيمان الحسيني، صاحبة التطبيق. سبحان الله اسمها دكتور إيمان الحسيني في الآخر، يعني واضح إنه أي حد اسمه الحسيني بيحب الطبيخ. ازيك يا دكتور إيمان؟ الحمد لله. ازيك يا أستاذ يوسف؟ عاملة إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله. كله زي الفل. بتحب الطبيخ قد إيه؟ أكتر منك. أكتر؟ ما أنا بحب الطبيخ، استحالة، أنا بحب الطبيخ قوي. بس طبعًا أنا ما أنكرش إن أنا بحب آكل أكتر ما أطبخ بصراحة يعني، لكن بحب طيب أطبخ. كويس. طب يبقى هطبخ وانت تاكل ونشوف رايك. يلا تعالي بصي، ابعت لنا الاكل وتعالي تنورينا، تطبخي لنا هنا، تبقى فكره عظيمه جدا، تبقى فكره لامعه رائعه. حضرتك تطبخي، ايه رايك كمان لو طبخنا ومعانا كمان بنات من الكشيفات اللي يتعلموا وتدربوا؟ بس واحنا جاهزين بالمطبخ. المطبخ قدامي اهو، انا شايفه بس حضرتك مش شايفاه. المعدات كلها موجوده. ده المطبخ بتاع الشيف مغازي الصبح، فاحنا هنستلفه منه ونعمل مع بعض الفقرة دي، حضرتك وفتياتنا الرائعات وانا وعبد الله ناكل، وكده تبقى كملت. يلا الف هنا والف يا ربي. يهنيكي ويحفظك، ربنا يخليكي يا رب. قولي لي بقى، احنا هنحتاج برضو جنب الاكل نعمل شوية اكل صيامي عشان اخواتنا المسيحيين هيبقوا صايمين. بالمناسبة احنا بكرة هنشترك كلنا في الصيام علشان نبقى عارفين، فبرضه هتعمل لنا حبة صيامي. ماشي، ده من عينينا الاثنين. تسلم يا ستي. قول لنا بقى دكتور إيمان، الحكاية بدأت معاك ازاي؟ الحكاية بدأت اني بدأت اهتم جدا بالاكل، وان انا انوع واعمل وصفات في البيت هنا، لان والدي الله يرحمه كان تعبان وعنده مشكلة في البلع. فبدأت اشوف ازاي انوع له بحيث افتح شهيته شوية واسهل له عملية البلع يعني. وبعدين وانا بعمل الوصفات كل اهل البيت بياكلوا، من ضمنهم اختي اسراء، وانا بحب اقدم بقى واعمل ستايلينج في الاطباق وانا بقدمها، مش اغرف او كله من الحله عشان انا جوه الحله، لا. فجت في يوم اسراء قالت لي، طالما انا بدات احترف التصوير الفوتوغرافي وانت ما شاء الله تعتبري محترفه في الطبيخ، تعالي نعمل مدونه نحط فيها، انت تحطي الوصفه وانا اصورها. حلو. بدأنا في الطريق ده، وبعد حوالي 6 شهور واحنا بنصور وصفه من الوصفات، اسراء استوقفتني وقالت لي مش عاجبني اللي بنعمله. ليه يا اسراء؟ قالت لي عشان ما بنخدمش المجتمع. طب عايزانا نخدم المجتمع ازاي؟ قالت لي انت اللي تقولي، انت اللي الدكتوره. قعدت 3 ايام كده في حاله عصف ذهني مع نفسي، وبعدين تذكرت رحلتي لمدينه مدريد الاسبانيه. كنت كل ما اجي اعبر المشاة اسمع صوت عصفوره بتصوصف في الاشاره،
فما سألت الأهالي هناك قالوا دي سياسة عندنا علشان نأمن لكل المكفوفين وضعاف البصر إنهم يعبروا الطريق باستقلالية تامة باعتماد تام على أنفسهم وبأمان كامل. بدأت بقى أنت عارف تقول وجدتها طبعا. وجدتها. قلت بس وجدتها وجدتها، ليه ما نعلمش المكفوفين وضعاف البصر الطبيخ؟ بدأت بقى إني أتحرك في الاتجاه ده. بدأت أعمل بحث أونلاين وأشوف كده ده ممكن يحصل إزاي ونقدر نتحرك إزاي. بدأنا الأول إن إحنا ألفنا أول كتاب وطبعناه بطريقة برايل هايل. علشان نساعدهم على ده. ولما دخلت جائحة كورونا حسينا زي كل العالم هي الحياة وقفت ولا إيه؟ فبدأت أفكر تاني وأحاول أعمل تطوير للفكرة. طيب ليه ما يبقاش ده تطبيق؟ ليه ما يبقاش أول تطبيق في الوطن العربي كله ومصر بيتكلم بلغة مسموعة اتعملت خصيصا للمكفوفين؟ كتبت الفكرة وعرضتها على وزارة الثقافة المصرية وأخدت حقوق ملكية فكرية وإبداع، وبدأنا بقى نشتغل كفريق عمل على الموضوع. دخلنا حاضنة أعمال نيد منبثقة من وزارة الاتصالات المصرية عظيم. في 2021، والحمد لله فزنا في المسابقة. ويعني بنحاول بقى نترجم الفوز ده لواقع يقدر يستفيد بيه كل المكفوفين اللي احنا بنستهدفهم. وبدأ أصدقائنا من أصحاب البصيرة يستخدموا التطبيق وبدأوا بالفعل يكتبوا ريفيوز عليه. بالفعل احنا ده بدأ يحصل، وبدأنا كمان حملنا كورسات على التطبيق، كورسات مسجلة مسبقا للي حابب يشترك ويسمعها بشكل خاص. هنحاول كمان في الفترة الجاية ان احنا نتواصل مع شيفاتنا الكبار السيدات والرجال علشان نحاول نضمهم معانا بوصفاتهم للتطبيق، علشان طبعا هم ليهم محبين كتير من أصحاب البصيرة، فعايزين يبقى فيه زي ما قال لنا دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، هو تفضل مشكورا وقابلنا وكرمنا وقال لنا احنا عايزين يبقى فيه دمج كامل ما بين المجتمع وما بين أصحاب الهمم من والإعاقات المختلفة. احنا طبعا بنشجع أو بنسلط الضوء على المكفوفين وضعاف البصر، وهو الحقيقة الدمج احنا موفرينه في التطبيق عندنا. احنا في 16 شخص بيشتغلوا في التطبيق حاليا، 6 من المبصرين و10 من المكفوفين. المكفوفين بيشتغلوا معانا في صناعة المحتوى وفي أعمال المونتاج والمكساج للوصفات. عظيم جدا جدا جدا. دلوقتي بقى جت اللحظة الحاسمة، هنتقابل امتى؟ هنتقابل يلا امتى؟ بينا معانا يلا اصدقائنا حالا. من الفتيات صاحبات البصيره، اكلنا الصيامي، اكلنا اللي مش صيامي، انا وعبد الله، عشان نديم مخرجنا ما يزعلش، ونديم هنخليه ياكل، بس مين هيخرج مش عارف، بس يعني اوكي. خلاص يلا بينا ننسق مع بعض، واحنا جاهزين فورا ان احنا نوري المجتمع كله، مش بس المصري والعربي، لا وكل اللي بيشوفونا في كل أنحاء العالم. طلبي الوحيد، طلبي الوحيد، احنا أصحاب الملكية الفكرية بتاعت الفقرة دي، يعني أنا عارف إنه هتلاقي طوب الأرض بيكلمك يقولك نفس الكلام اللي أنا بقوله دلوقتي، أنا عارف خلاص. التنافس يبقى ما بين السبق، الزملاء السبق تنافس السبق ضاري. السبق عند الأستاذ يوسف الحسيني. خلاص خلاص وعد مني. خلاص احنا مع بعض اهو كده، انا حجزت. اشكرك جدا 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 دكتور ايمان الحسيني، صاحبه تطبيق جوه الحله لتعليم الطبخ لاهالينا من اصحاب البصيره.